تعتبر البازلاء من أكثر أنواع الخضروات فائدة للحامل، ذلك يعود إلى أنها غنية بالقيم الغذائية، تكون ذات قيمة غذائية وفائدة أكبر عندما تكون طازجة، خصوصا لأنها إذا كانت مجمدة سوف تفقد جزءا كبيرا من قيمتها الغذائية، ولكن إذا كان لا يوجد لديك غير معلبة فهي مفيدة أيضا. يجب عليك مراعاة تنظيفها جيدا بالماء حتى تتخلصي من البكتيريا الضارة التي توجد بها والطفيليات قبل تناولها. وهناك فوائد كثيرة لا تعد للبازلاء للمرأة الحامل، من أهمها الآتي: تعتبر البازلاء من أكثر الخضروات التي تحتوي على فيتامين كاف، هذا الفيتامين هام جدا من أجل حماية العظام في فترة الحمل. إن البازلاء من أكثر الخضروات التي يمكنك اللجوء إليها عندما تشعرين بضعف أثناء الحمل، حيث أنها يتوافر بها كل من الريبوفلافين والسيامين وفيتامين B6 وفيتامين B3، وكذلك هي غنية بمجموعة من المركبات تساعد المرأة الحامل على حماية الخلايا وتحفيز مستويات الطاقة. تحتوي البازلاء على كميات وفيرة من البروتين وحمض الفوليك، وهي تعتبر من أكثر العناصر التي تحتاجها المرأة الحامل حتى تعزز حملها وتثبته. وأيضا يوصف الأطباء حمض الفوليك لجميع الحوامل، ذلك من أجل حماية أطفالهم من العيوب الخلقية، وتساعد البازلاء على الهضم. فإذا كنت ممن يعانون من مشكلة عسر الهضم أثناء الحمل، يمكنك تناول البازلاء كوجبة أساسية ورئيسية. إن البازلاء تحتوي على مضادات الأكسدة، وكذلك تحتوي على فيتامين ألف وفيتامين جيم، وهذه الفيتامينات تحتاجها المرأة أثناء فترة الحمل. إن البازلاء سوف تحافظ على وزنك لأنها قليلة السعرات الحرارية.